السلام عليكم متتبعي القناة، مرحبا بكم في الصفحة 40 من كتاب في رحاب اللغة العربية للمستوى السادس من التعليم الابتدائي. اليوم إن شاء الله مع الصرف والتحويل، دائما الوحدة الأولى حضارات كونية، تصريف الفعل المعتل، المثال والأجوف، أستثمر، أضع الأفعال الآتية في مكانها من الجدول. الأفعال: وجد، قال، يضع، جرى، استدعى، يقف، يسير، سعى. إذن لدينا الفعل المعتل، المثال، الأجوف، الناقص. إذن المثال هو ما وجد في أوله حرف علة، الأجوف ما وجد في وسطه حرف علة، والناقص ما وجد في آخره حرف علة. إذا ننطلق مع الفعل الأول وجد، فحرف علة في الأول، إذا فهو مثال، وجد. قال فهو معتل الوسط، إذا فهو أجوف. قال يضع فهو من فعل وضع، وضع فهو مثال معتل الأول. جرى معتل الآخر، إذن فهو ناقص، جرى. استدعى من فعل دعا، إذن فهو معتل الآخر، سنكتب نحن استدعى، هو فعل ناقص. يقف من فعل وقف، إذن فهو فعل مثال وقف، إذن نحن سنكتب يقف، عفوا يقف. يسير من فعل سار، إذن فهو أجوف معتل الوسط، سار. سعى فهو فعل ناقص. ثانيا، أحدد الفعل المعتل أجوف أو مثال في الجمل الآتية: يفوز الصابر ويندم المتعجل، المؤمن إذا وعد وفى أو وفى، ليقل لسانك خيرا أو ليصمت. إذن الفعل هو لدينا هنا يفوز الصابر، يفوز، يفوز من تل فاز، إذن فهو أجوف، فاز. ويندم المتعجل، المؤمن إذا وعد، الفعل هو وعد، هو معتل الأول، إذن فهو مثال وعاد. ليقل لسانك خيرا أو ليصمت، ليقل، إذن يقل، يقول من فعل قال فهو أجوف، قال. ثالثا، أحول الفعل المثال في الجملة: نحن وصلنا في الوقت المحدد، مع الضمائر الآتية: أنتم، أنتن، هم، هن. إذا نقول أنتم وصلتم في الوقت المحدد، أنتن
صلتنا في الوقت محدد. هم وصلوا. في الوقت وقت المحدد. هن وصلنا في الوقت المحدد. إذن لدينا أنتم وصلتم في الوقت المحدد، أنتن وصلتن في الوقت المحدد، هم وصلوا في الوقت المحدد، هن وصلن في الوقت المحدد. رابعا، أحول الفعل الأجوف في الجملة قل الحق دائما مع الضمائر الآتية: أنت، أنتما، أنتم، أنتن. أنت قل الحق دائما أنتما قولا الحق دائما. أنتم قولوا حق دائما. أنتن قلنا الحق دائما. خامسا، أحول الجملة الآتية إلى المخاطب والمخاطبة: إذن لدينا يهب الكريم دون السؤال ويقف إلى جانب المحتاج وقت الشدة. إذن أنت تهب دون السؤال وتقف إلى جانب المحتاج وقت الشدة. أنتما تهبان دون السؤال وتقفان إلى جانب
المحتاج وقت الشدة. أنتم تهبون دون السؤال وتقفون إلى جانب المحتاج وقت الشدة. ده بالنسبة لي المخاطبة، أنت تهبين دون السؤال وتقفين إلى جانب المحتاج وقت الشدة. أنتما تهبان دون السؤال وتقفان إلى جانب المحتاج وقت الشدة. أنتن تهبن دون السؤال وتقفنا إلى جانب المحتاج وقت الشدة. أشكل الجملة الآتية وأعربها: تقوم دار إيواء المسنين بخدمة جليلة. تقوم فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره. دار فاعل مرفوع ضمة ظاهرة على آخره وهو مضاف
المسنين مضاف إليه مجرور وعلامة جره الياء أنه جمع مذكر السالم بخدمة الباء حرف جر وخدمة اسم مجرور بالباء وعلامة جره كسرة ظاهرة على آخره جليلة نعت تابع لمنعوته في صفاته وحركاته